السلام عليكم خواتاتي خوتي وكل متتبعي قناة شيوات صفاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ زيانين؟ اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو بغيت نشارككم تورتة رائعة جدا بالفراولة، مميزة، مذاق بنين، شكل رائع، وجينواز خفيفة هائلة. ديروها في اعياد الميلاد. انا اليوم درتها بمناسبة يعني بنتي دارت 6 سنوات لانيفيرسير ديالها، ولكن انا ما كنحتفلش بها بشكل رسمي، يعني شي احتفال كبير، فقط كندير تورتة كنفرح بها عائلتي وسيتو. اليوم بغيت نشاركها معكم، بغيتكم تجربوها، كتجي هائله. هنا في الجينواز ديالي درت هنا 250 غرام ديال الفرينه، ما يعادل 2 كيسان ديال العنبه، 250 غرام ديال السكر سنيده، ما يعادل 250 غرام، يعني ما يعادل كاس ونص عفوا تاع العنبه. كذلك غادي نحتاج واحد معلقه صغيره تاع ليكيد فاني ليكيد، او ديروا واحد ساشي، وخميره ديال الحلوى 8 غرام غير وحده. وهنا عندي 4 ديال البيضات كبار، فصلت البياض على الصفار. انا هنا بالنسبه للجينواز نقسمها غير على زوج. الا بغيتوا الجينواز ديالكم تجيكم كثر عاليه تقسموها على 3، غادي ديروا 6 ديال البيضات. انا هنا درت 4 ديال البيضات. اولا خديت البياض ديال البيض، ندير فيه رشيشه ديال الملحه، وغادي نضربوه حتى نطلعوا اون بلون نيج بهذه الطريقه. هاد لاجينواز كما قلت لكم، وهاد الكيفيه هي اللي كتعجبني انا، جربت شحال من كيفيه، هذه هي الكيفيه اللي عندي ناجحه ومعتمده، لحقاش كتجينا خفيفه بحال لي باتيسري، واحسن كتجي خفيفه. كنضربها مزيان، وحنا كنضربوا كنضيفوا السكر تدريجيا، بحال نقولوا عطيت لكم كاس ونص ديال السكر، داك الكاس غادي تديروه في بياض البيض، ونصف كاس نخلطوه مع صفار البيض. هنا غادي ندير كاس نتاع السكر مع بياض البيض ونضربه، نضيف له ملعقه صغيره ديال الفاني، ليكستري دو فاني، كتعطينا مذاق زويون، وصافي ونحيدوه ابار. كما شفتوا من تشوفوه دار المنقار، حيدوه، يعني راه طالع واجد. او دركي نديرو الصفار. بالنسبه للصفار كنديروه في واحد الاناء، كنضيفو له نصف كاس ديال السكر، ونضيفو له شويه ديال الفاني، حتى هو دائما نديرو داك الفاني باش يحيد لنا الزفوره نتاع البيض، ما تبقاش عندنا نهائيا، ونخليوه حتى يولي اللون ديالو ابيض. ملي ضربناه مزيان كما راكم تشوفوا، دركي تاخذوا، حنا ديجا مغربلين، ضروري تغربلوا الدقيق ديالكم. انا غربلته، راني نعاود له هكا بالصفايه الرقيقه، كنديروه تدريجيا هكا، ونضيفوا هذيك الخميره كذلك ونضربوا. هنا غادي تبقاو تضربوا، من غادي تزيدوا الكاس نتاع الدقيق الاخر غادي تقساه لنا، معليش ما تخافوش، حنا قاسحه، ولكن غادي من بعد غادي نردوها خفيفه من غادي نديروا البياض البيض. كما تشوفوا ندير كاع زوج زوج كيسان دياولي بهذه الطريقة، صافي، ونخلطها. غادي تبان لكم كما قلت لكم قاسحة بهذا الشكل. هنا كنتأكدوا بأن الدقيق كاع تجان سنة، وكنبدي في الأول كندير كمية تاع بياض البيض، كنخلطها بشكل يعني عادي، كنضربها مزيان حتى كتجانس لي معاهم بهذه الطريقة. من بعد كنبقى نضيف الكميه اللي بقات لي تدريجيا، وكنبقى من الاسفل للاعلى باش ما ننزلوش كاع داك الهواء اللي عندنا في بياض البيض. كنديروا بهذه الطريقه حتى نكملوا كاع الكميه، ويكون عندنا واحد الخليط خفيف وزويون. ودائما كما قلت لكم بسباتيو ديالكم من الاسفل للاعلى بهذا الشكل، هذا كما راكم تشوفوا معايا. صافي دركي الخليط ديالنا راه واجد، ما علينا غير نوجدوا الصينيه. انا اختاريت صينيه دائريه، تقدروا ديروا كارو، تقدروا ديروا مربعه او اللي بغيتوا. هنا عندي 26 فيها. غادي ناخذ، انا كنغلفها بورق الزبده، كندير هكا الصينيه، نحط عليها ورق الزبده، عاد نضغط عليها ونبلع باش يكون عندي اغلاق محكم. وكنقطع هذوك الزوائد، وكندهن المول ديالي مزيان بالزبده. دائما ما نتيقوش، خاصه في لاجينواز، لاجينواز عندنا حساسه، ما نتيقوش دائما، واخا ديروا البابي ديروا دهنوا بالزبده. كندهن الجوانب بهذه الطريقه كامله، وحتى الجوانب غادي ندير لهم البابي كما راكم تشوفوا معايا، ندهنوا كلشي وحتى الجوانب، وندير حتى البابي كنبغي نديره حتى في الجوانب هكا باش نكون متاكده ان كلشي غادي يجيني هو هذاك بهذه الطريقه حتى يولي ابيض.
هاد الاثناء الفرن ديالنا راه سخون، شعلوه ل 180 درجه، كنخويو الخليط في الصينيه ونوزعوه هكا غير بشويه، وكديروه مده 20 دقيقه، مهم على نار ناقصه، غير تشوفوه ما تحلوش عليه الفرن حتى تفوت 15 دقيقه عاد حلوا الفرن وتشوفوه الا حمر لكم على الجناب حمروه من الفوق وخرجوه. ها هي لا جينواز ديالنا واجده، كتجي خفيفه بزاف بزاف. غادي نحيدها نديمو ليها من المول ديالها، نديمو ليوها، وهنا غادي نقسمها على اثنان كما قلت لكم نتوما على حسب اللي بغيتو ديروا حتى على ثلاثه. غادي نقسمها على اثنان اي كنطراسيها هكا، ومن بعد كنستعمل الخيط. انا كان دائما نستعمل هذه الكيفيه كتجيني سهله نتاع الخيط، كندير الخيط بهذه الطريقه حتى كنقسمها على اثنان بهذا الشكل هذا، يعني حاجه بسيطه بهذه الطريقه كنكملها. وكما قلت لكم الا بغيتوا ديروا على ثلاثة ديروا على ثلاثة، وكنحيدها كما كتشوفوا جايه مهويه. لا جينواز خصها تكون عندكم هكا مثقبه باش تعرفوها انها ناجحه. صافي لا جينواز ديالنا راهي واجده كما راكم تشوفوا، خفيفه وزويونه. دركي غادي نمشيو باش نصاوبوا المونتاج نتاع التورته ديالنا. انا غادي نستعمل هاد لا كريم فريش، كريمه السائله ماجيكس، بغيتو تستعملوا اي نوع نتاع الكريمه. هنا غادي ندير نصف لتر ديال الكريمه، ضروري تكون بارده، انا كنت دايرها في المجمد يعني خصها تكون بارده مزيان. في نصف لتر ديال الكريمه كديروا 3 ديال المعالق نتاع السكر بودره، سكر كلاصي بهذا الشكل هذا. تقدروا ديروا كريم شونتيي اللي بغيتوا، انا اختاريت كريمه السائله، وكنضربوها مزيان 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 مع داك السكر كلاصي. الا كانت بارده ما تاخذكمش وقت طويل، ودرت لها شويه ليكستري دو فاني على حساب المذاق، نضربوها حتى تطلع لنا كما راكم تشوفوا. دير لنا هذا المنقار يعني تجي واقفه، كنحيدوها على جانب. وغادي ندير واحد لاصوص ساهله، صلصه الفريز، صلصه طاوله. درت هنايا 10 ديال الحبات نتاع الفريز، واحد زوج معالق حتى لثلاثه نتاع السكر على حسب اللي بغيتوا الحلاوه، واحد المعلقه نتاع الماء، وغادي نطحنهم مزيان مع بعضياتهم حتى نحصلوا على صلصه الفراوله. هاد صلصه الفراوله هي اللي غادي نديروها كحشوه لهاد لاطارت ديالنا، وكتجي هائله. كناخذ لاطارت ديالي هنا، واش نحتاج نسقيها؟ لحقاش هذه هي السقيه ديالها. غادي نديروا لها الفريز، كنعمروها مزيان بهاد لاصوص نتاع الفريز بهاد الطريقه هادي، كتجي لذيذه. وكناخذ لا كريم كنديرها في البوشا دوي احسن باش تجي الخدمه ديالنا نقيه. وصافي كنعمروا الكريمه، كديروا شي طبقه زويونه نتاع الكريمه يعني تكون باش تجينا عامره. كنفوتوا كاع هكا على طارت. دائما نحاولوا هاد الحوايج نديروهم في المنازل ديالنا، كيجيو زوينين، وكنكونوا شويه اقتصاديين على نتاع برا. وكنديروا الطبقه من فوقها نتاع لا جينواز اللي بقات لنا، وكنضغطوا عليها مزيان باش كاع داكشي يخرج لنا من الجوانب. كناخذوا السباتيو ديالنا وكنديروا الكريمه كاع من فوق لا جينواز، ونسرحوها كاع على الوجه ديالها على الجوانب، كلشي ندرقوه بهذه الطريقه هذه. ما قلت لكم فرحوا عائلاتكم هكا في المنازل، ديروا اشكالكم انتوا، تفنوا في التزيين. انا هنا اختاريت في التزيين رقائق اللوز، درتهم على الجوانب بهذا الشكل هذا. وكذلك عندي الفريز، قطعت الفريز على زوج يعني قسمته في النصف، وراني نزين به في الجوانب بهذه الطريقه هذه. كما شفتوا طريقه سهله وكتعطينا منظر زوين، وهذا وقف فراوله يعني خصنا نستغلوها في كل شيء. الحوايج ديالنا خصنا نستغلوها ما حد الوقت ديالها. هنا درت واحد المول دائري كما راكم تشوفوا في الوسط فقط على حساب التزيين، هذه فكره كتجي رائعه باش يجينا داك الشيء منظر زوين. ودرت الشريطه نتاع لا كريم كما راكم تشوفوا معايا، وديك لا صلصه الفريز اللي بقات لي ديروا فيها شويه نتاع الناباج. الا ما كانش ماشي مشكل، ان الناباج داك الناباج كيعطي لنا واحد اللمعان. هاد الناباج كان متوفر بزاف الاخوات تسولوني عليه، متوفر في محلات الحلويات باثمنه جد مناسبه، وكيقعد لكم بزاف في الثلاجه. هنا في الوسط درت شويه ديك صلصه الفريز ودرتها في الثلاجه حتى بردت لي مزيان، عاد حيدت هذاك المول، وكتحصلوا على هذا الشكل الرائع جدا. اخر خطوه غادي نديرها دوك الحبات نتاع الفريز حتى هما غادي ندهنهم بشويه نتاع الناباج باش يعطوني واحد اللمعان. شفتوا كما كنشريو لي باتيسيي هاد الحوايج، كتلقاو داكشي اتيريكوم، داكشي بريون، الفواكه بريون كيستعملوا هاد الناباج.
دهينه هكا خفيفه كدهنوا اي نوع نتاع الفاكهه اللي تكونوا استعملتوا كدهنوها صافي. وها هي التورتيه ديالكم واجده، التورته ديالكم رائعه شكلا ومذاقا هائله كما تشوفوا معايا. وها هي واجده كديروها في كتخليوها تبرد، خصها تبرد مزيان. التورته الاساس ديالها انها تكون بارده باش تجيكم بنينه بهذا الشكل هذا كما راكم تشوفوا. فريمون نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، نقطع لكم بها مرطوبة تشوفوها من الداخل هائله. الى عجبكم الفيديو عجبتكم هاد التورته ما تنساونيش بلايكاتكم تعليقاتكم الاشتراك في القناه، وخصني بزاف لي جيم باش نشوف واش عجبتكم ولا لا. كذلك نتمنى تجربوها للعائلات ديالكم وتفرحوا بها وليداتكم في لانيفيرسير ديالهم عفوا. خليتكم على خير، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله مع شهيوات صفاء. تحياتي لكم يا أغلى أخوات وأغلى صديقات، إلى اللقاء.